عندما أطحنا بصدام أطحنا معه أيضا بألف سنة من التسلط السني في بلاد ما وراء النهرين، بداية من الخلافة العباسية ثم الأتراك ثم البريطانيين مع الهاشميين ثم المملكة الهاشمية. لذلك كانت الأقلية السنية متسلطة على البلد لألف سنة. في اعتقادي أن هذا الوضع كان أيضا غير سليم، لذا فمجرد الإدانة أمر غير كاف. ولماذا لم تفعلوها في البحرين وسوريا مثلا؟ لا ينبغي أن نأخذ على عاتقنا إسقاط العلويين، فبالتأكيد سوريا غير متزنة وهي أسوأ حالا من العراق.